السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم احبسي بالله في قناه من طنجي. كنتمنى تكونوا في اتم الصحه والعافيه. وصلنا في الحلقه 122 غنتكلموا فيها حول وصل اليوم ماشي غير في المنصه ديال الدعم الاجتماعي، ماشي الا وانه غادي يكونوا في طور المعالجه. جميع الاصل اللي مشرف في منصه ديال الدعم الاجتماعي ماشي غادي يكونوا في اخر الشهر من اليوم في طور المعالجه. هنا كتبدا المرحله الاولى، وهي ان هاد الاسر هادو غادي يكون عندهم ميلاد ديالهم في طور المعالجه. واخا عندك ميلاد ديالك مقبول، الا وان غادي يكون عندك ميلاد ديالك في طور المعالجه. واخا انك استفدتي من جميع الدفعات الشخصيه الخاصه بك، سواء استفدتي من الدفعه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه او جميع الدفعات وكنتظر الدفعه السابعه، الا وان غادي يكون ميلاد ديالك في طور المعالجه. معلومة مهمة جدا خاصة بالأسر اللي هما كيستافدوا في منصة ديال الدعم الاجتماعي وكيستافدوا من جميع الدفعات الخاصة بهم. لهذا أي واحد اللي كيستافد من الدفعة ديال الشهرية خاصة بالدعم الاجتماعي إلا وأنه غادي يكون عندهم ميلاد ديالهم في طور المعالجة. جميع الأسر اللي كيمشيو في منصة ديال الدعم الاجتماعي، كل أسر اللي هما مشيو في منصة ديال الدعم الاجتماعي إلا وأن غادي يكون عندهم ميلاد ديالهم في طور المعالجة. كل ما عليكم انكم تشاهدوا مع الفيديو الى اخره، ثم ما تسجلوا الاعجاب وتشتركوا على القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما جديد. دابا ندوزو للموضوع ديالنا. كما قلنا في الفيديو هذا، كما شفتوا معنا في العنوان، ان اي واحد مشى يشرف في منصه ديال الدعم الاجتماعي الا وغادي يكون عنده الميلاد ديالو في طور المعالجه. غتقول لي كيفاش الميلاد ديالي في طور المعالجه وانا دخلت في منصه ديال الدعم الاجتماعي ولقيت عندي الوضعيه ديالي مقبول، يعني ما فيها حتى شي مشكل، ممتاز. ولكن كاين واحد الحاجه اللي مهمه، واخا ان عندك ميلاد ديالك مقبول الا وان انت عندهم هما في طور المعالجه، يعني انت عندك ميلاد ديالهم عندهم هما في طور المعالجه ماشي في منصه ديال الدعم. كيفاش يعني ميلاد ديالي في طور المعالجه ماشي في منصه ديال الدعم؟ يعني ان هاد الناس هادو اللي كيستافدوا من اي دفعه، ملي كيقربوا باش يشدوا الدفعه التاليه او الدفعه السابعه اللي غنشدوها في الاخر ديال الشهر، الا وان كيكون عندهم ميلاد ديالهم في طور المعالجه عندهم هما. كيفاش ان كيكون في طور المعالجه؟ يعني كيعملوا مراجعه حول معطيات الشخصيه الخاصه بك في السجل الاجتماعي واحد، كيمشيو يشوفوا المعطيات الشخصيه الخاصه بك باش كيشوفوا هاد الشخص واش تغيرت الحاله الوضعيه ديالو او مازال، يعني واش هو ولا لاباس عليه او مازال. يعني حاليا تينا عندهم مراقب عبر المعطيات الشخصيه الخاصه بك. كيفاش يعني مراقب؟ يعني هذيك المعلومات اللي تينا عطيتهم في السجل الاجتماعي واحد كتطلع عنده في السيستم، كتطلع عندهم عبر بطاقه التعريف الوطنيه الخاصه بك، عبر المعرف المدني الاجتماعي الخاص بك، يعني كتطلع كل المعلومات ديالك عندهم في السيستم باش كيشوفوا هذاك الشخص. اذا مشى هو كيستافد شي دفعه بشي جهه اخرى او دخل شي لابورمو مثلا، دخلتي شي ويفي بلا ما تكرز ديك الشركه ديال ثلاثه، او شي واحد من الابناء ديالك اللي تينا دخلتيهم عبر منصه ديال الدعم الاجتماعي باش تستافد من الدفعه ديال المنحه الشهريه او الاعانه الجزافيه، الا وان كتكون تينا مراقب عبر المعطيات الشخصية الخاصة بك. يعني هذيك المعطيات اللي تنستدلت بها عبر منصة ديال السجل الاجتماعي الموحد عطيتي لهم كاملة، فهنا كطلع عنه في السيستم. إذا مشيتي مثلا تجلسي في شي موطع، أو مثلا شريتي شي دار، أو مثلا عملتي شي لابورمو، أو مثلا عملتي شي مكانة في السمية ديالك، مثلا كنتي في الأول ما عندكش شي مكانة ديال الضوء في السمية ديالك، أو مكانة ديال ما عندكش في السمية ديالك، أو عملتي شي حامل ديال البعشرة، إلا وكطلع عنه في السيستم. هنا ديك الساعه انت ما كتعملش شي حاجه في الحياه ديالك، او مثلا وليتي لاباس عليك، او مثلا عملتي شي بيعه وشريه، عملتي شي حامل ديال بعشره، الا وكتطلع عنه في السيستم عبر بطاقه التعريف الوطنيه الخاصه بك، يعني انت كتكون مراقب. هنا ديك الساعه شنو كيعملوا؟ يقومون تلقائيا بتوقيف الدعم عنك. كيقول لك مشي حل المشكل ديالك في السجل الاجتماعي واحد، واخا انك تعمل طلب تظلم او مثلا غتمشي تعمل لهم شكايه، هذا لا يكفي. علاش؟ لانك انت عندك مشكله في السجل الاجتماعي واحد ماشي بمنصه ديال الدعم. منصه ديال الدعم كتقول لك انا المشكل ماشي ديالي، المشكل ديالك انت، مشي حل المشكل ديالك مع السجل الاجتماعي واحد. علاش؟ هادشي كله فين كاين؟ كاين في المؤشر الخاص بك. يعني اي حاجه تزادت عندك في الحياه ديالك، يعني عملتي شي بيعه وشريه، او مثلا عملتي شي لافرمو، او مثلا عملتي شي شراك شهري، اي حاجه عملتيها، او مثلا عملتي شي كريدي، كطلع عنه في السيستم. كيقول لك بان السيد راه ولا لاباس عليه، يعني هو دخل ويفي 200 درهم في الشهر. شنو كيقولوا هما؟ كيقولوا اذا صافي هذا هو ولا لاباس عليه، يعني هو كيخلص الويفي كل شهر، حنا كنعطيوه الدعم، صافي نوقفوا له الدعم. ماشي هما كيوقفوا الدعم، صافي كيوقفوا الدعم عبر معطيات الشخصية الخاصة بك. يعني كيجيك واحد متغير في منصة ديال السجل الاجتماعي واحد، كيقول لك بأن السيد هذا قالنا في الأول ما عندناش الويفي، هو دخل الويفي بلا ما تقول لك الشركة ديال ثلاثة، وبدون أن يقوم بإملاء المعلومات الشخصية الخاصة به في السجل الاجتماعي واحد، يعمل لهم بأنه هو عنده الويفي، هو عمل لهم بأن ما عندش الويفي، هو دخل الويفي الخاص به، وكيخلص 200 درهم كل شهر أو 150 درهم كل شهر. كيقول لك شنو نعملوا هذا؟ نطلعوا له مؤشر تلقائيا، وفي الآخر ساعة كتلقى راسك أنت عندك مؤشر طالع،
ثم بعد إذن يتم توقف الدعم عنك، وكتلقى راسك بان انت غير مستفيد من الدفعه اللي غتجيك في الاخر ديال الشهر بسبب بسيط جدا. كاين الشركه الشهريه بلا التزام بامكان الانسان يعملها، فانا الموضوع اللي ماشي واضح باش بلا ما تخص السياسه ديال الاتصالات ولا شي هذا، فهذا الشيء ماشي موضوع ديال كما كنقول لكم بان كاين شي حاجه اللي بسيطه كتخلي مؤشر يطلع في الاخر ساعه كتلقى راسك بانك انت مرفوض في المنصه ديال الدعم. النقط اللي بغيت نقول لكم بان اي واحد يحاول على الاقل ولو مرة في الشهر اطلع على الوضعية ديالو الخاصة به في السجل الشمام واحد. النقطة الأولى نمشي للسجل الشمام واحد ملف الأسرة الخاص بيا ونطلع على المعلومات ديالي ونتأكد من أول حاجة تما ديك المنصة ديال السجل الشمام واحد نتأكد منها عبر المؤشر الخاص بيا، واش المؤشر باقي ثابت أو طلع. فإذا لقيت عندي مؤشر مزيان فالحمد لله ما كاين حتى شي مشكل. فهنا ديك الساعة كنمشي للنقطة الثانية ألا وهي نشوف المعطيات الشخصية الخاصة بيا في منصة ديال الدعم. نمشي نشوف ديك الساعة الدفعة ديالي واش كاينة ولا ما كايناش عبر المنصة نهار 22 أو نهار 23 أو نهار 24، ونشوف ديك الدفعة واش تم إيصاله إلينا. وكذلك النقطة الثالثة ونشوف الملف ديالي واش مقبول أو مرفوض، ثم نشوف الحساب ديالي واش هو مقبول يعني مفعل. هادو راه مهمة الإنسان خصو يطلع عليهم ولو مرة واحدة في الشهر، وإنسان حتى الأخر ديال الشهر كيلقى راسو غير مستفيد من الدعم بسبب أن عنده الملف ديالو ترفض في المنصة ديال الدعم وكيمشي يعمل شكايه في المنصه. لا ما تعمل لا شكايه لا طلب تظلم. اول خطوه خصك تشوف المؤشر ديالك، علاش طلع داك المؤشر، شنو السبب اللي خلى المؤشر يطلع، واش عندك شي متغير جانب المنصه ديال السجل الاجتماعي واحد بدون علمي. كاين بعض المتغير كيجيك انت وانت ما كتهضرش في بالك، وهذا المتغير مما يؤدي الى توقيف الدعم عنك تلقائيا بسبب مؤشر كيطلع مع مده وكيحسبوا عليك ديك النقطه. كيقول لك انت عندك لافرمو، انت عندك العدد ديال الكهرباء بالسميه ديالك، انت عندك عدد ديال الماء بالسميه ديالك. هناك كاين بعض النقط اللي مهمه الانسان خصو يطلع عليهم. مشي طلع على الوضعيه ديالي، واش انا باقي عاطل عن العمل في منصه ديال السيليش موحد او تم تغييرها الى غرفه الصناعه التقليديه، او مثلا دخلوا لي شي مطاعه ديال غرف الصناعه التقليديه وانا ما خدامش. بزاف ديال الحوايج خصني نطلع عليهم. اذا هذو معلومه مهمه بزاف الانسان خصو يحاول يطلع عليهم باش ما يطيحش في الموقف هذا. اول حاجه كما قلنا نمشي نشوف المعلومات الخاصه به في السجل الاجتماعي واحد، نشوف المعطيات الشخصيه الخاصه به واش عنده مؤشر ثابت او طلع تلقائيا. وثاني حاجه نمشي نشوف الملف ديالو واش باقي مقبول او مرفوض. وثالث حاجه يشوف حساب البنكي الخاص به واش هو مفعل او غير مفعل كما شرحنا في حديث حلقات اللي جازوا من قبل. وكذلك الحاجه الاخيره يشوف الدفعه السابعه واش تم ايصالها اليه عبر منصه ديال الدعم. وفي الاخر الشهر ان شاء الله غتكون عندك هذه المعلومات كامله ما فيها حتى شي مشكل. طبعا الحال غتشد الدفعه ديالك السابعه في الاخر ديال الشهر عبر حساب البنكي الخاص بك. كنتمنى يعني تكون فكره واضحه، وكنتمنى كل واحد يبارطاجي الفيديو مع كل عائلات الاسر اللي كيتسالوا حول الدفعه السابعه يمتى غنشدوها ان شاء الله. كما شرحتكم في هذا الفيديو هذا غتشدوها ان شاء الله في اخر الشهر بالشرط تكون عندكم المعطيات الشخصيه الخاصه بكم ما فيها حتى شي مشكل كما شرحنا في الفيديو هذا. وفي الختام فضلوا ليس امر الله سبحانه وتعالى بالزاف والاعجاب والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس لكي يصلكم ان شاء الله كل جديد، وكذلك ما تنساوش متابعتنا عبر صفحتي في فيسبوك من طنجة. والى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.